سهى وريتا، ريتا وسهى. سهى انت صاحبه البيت النهارده، تمام؟ يعني الفرق. فانا هبدا الاول مع ريتا. ريتا انت بقالك قد ايه في طبله الست؟ بقالي سنه ونص تقريبا. يعني لحقتي التاسيس ولا بعد التاسيس بشويه؟ بعده بشويه. عرفتيهم منين بقى؟ ده سؤال مهم بالنسبه لي. انا اصلا اعرف سهى، كنا يعني بنتعلم طبله مع بعض عند استاذ سعيد. حلو. فتعرفت عليها من هناك. اوكي ماشي. وبعدين شفت سهى عامله الفرقه. ورحت حضرت لهم حفله عادي جدا. قلت يعني انا كنت رايحه اتفرج عادي، رايحه بقى كمشاهد. اشوف ايه اللي بيحصل وكده. حلو. عجبني الموضوع. ماشي. قلت لها يا سهى انا حابه ان انا اشارك. ممكن؟ فقالت لي ابتديت احضر البروفات معاهم. ونشتغل بقى على الحاجات وكده وبس. ومن ساعتها ابتديت انضم للفرقه. يعني حلو جدا. سهى على اي اساس بتوافقي انه حد ينضم بقى للفرقه بتاع طبله الست؟ يعني اكيد اكيد ناس كتير من الجمهور وانتوا بتقابلوهم في اي حفله في اي مكان هتلاقيه بنات وستات احنا عايزين نبقى في طبله الست. انت بتفلتري ازاي؟ شوف انا شايفه من وجهه نظري ان اي ست ينفع تغني وتطبل، بس عايزه وقت تمرين. يعني مفيش صوت حلو وصوت وحش. لا، في صوت اتمرن وصوت ما اتمرنش. مفيش حد بيطبل وحش وحد بيطبل حلو. حد اتمرن قوي وعمل يعني اشتغل على نفسه كتير، وحد ما اشتغلش على نفسه. فانا بسمح لاي حد عايز يشارك ان هو يجي ويحضر معنا البروفات. ماشي. بشوف بقى يقعد شهر اتنين تلاتة اربعة خمسة، هيجي منه مش هيجي منه. هو بقى اللي بيثبت، هو اللي بيقرر. يعني ريتا لما جت قعدت يعني هي كانت بتعزف ايقاع الغنى. بس الغنى كنتي بتغني؟ لا. هو كان الغنى لسه، كان لسه جديد عليها خالص. فبدأت احنا عندنا استاذ اللي بيمرنا غنى، استاذ محمد كريم. فبدأت هي تاخد معاه تتمرن معايا لوحدها، وتيجي في الفرقه تتمرن معانا هو، عشان هو بيمرننا على غنى. فبدأت تعمل الحاجتين شهر على شهر على شهر على شهر، لقيت ما بقت قادره تعمل الاثنين. يعني اتمرنت معاك وخدت درس. ايوه. حلو جدا. طب انا بقى هنا يمكن هختلف، معرفش ريتا هتتفق معايا ولا لا. هو في صوت حلو وفي صوت وحش دايما؟ يعني هو في حد ما ينفعش يغني؟ انا كنت فاكره كده. الله. بس وانا كنت اساسا داخله طبله، انا ما قلتلهاش غنى. يعني انا اول ما شفت انا قلت لها بس انا هلعب طبله، الحاجه اللي انا بحب اللي اعملها، اللي بعرف اعملها بالظبط. انا بقيت اغني، انا ما كنتش بعرف اغني، كنت بخاف كمان، وما كانش صوتي بيطلع. طب ما هو انتوا صوتكم حلو، يعني انا كل الاصوات اللي انا سمعتها الصوت حلو، وبعدين حتى وانتوا بتغنوا مع بعض كلكم كمجموعه واضح جدا انه مفيش حد بره النوته، بره التون، بره يعني. فمش بس تدريب، الخامات حلوه. لا. بس في حد صوته لو غنى لازم نخلص عليه قبل ما هو يخلص على البشريه. لا، هو بس ما عرفش يغني ازاي وما اتدربش. اصلي ايه مقاييس حلاوه الصوت تقدر تقولي؟ ما هو مش شغلتي. بس انا ساعات اروح اعمل ايه بقى؟ شوفي انا ساعات كده يعني ما اقدرش اديلك ديفينيشن عشان انا مش بتاع مزيكا، لكن فلان الفلاني ساعات بيغني. اسكت مش كده تاني، عشان هو مش عارف يغني ازاي. لا، او علشان هو مش قادر يعني يوصل لك انت كان انت تحبه. يعني اصل الحلو والوحش دي اذواق. يعني ست ام كلثوم والست فيروز، تخيل ان في ناس ما بتحبهمش. تخيل. انا ما اتخيلش انه في حد ما يحبش فيروز. لا، انا ما بتخيلوش. انا شفت ده، هو ده معناه ان ست فيروز صوتها مش حلو؟ لا، معناه ان هي بس ان ترددات الصوت عنده مشكله في ودنه. لا، هو الذوق بتاعه غير. هي القصه اذواق في الاول وفي الاخر، لكن كله لازم يتمرن، يعني كله لازم يتدرب. لكن الحلو والوحش ده اختيار، انت تحب غيرك ما يحبش، انت تقول ده حلو غيرك يقول وحش.
شوف يعني أنا في فنان عظيم طول عمري أحبه الله يرحمه، وكان صديق لأبويا الله يرحمه، هو كل اللي أعرفهم الله يرحمهم، علي الشريف. طب هو علي الشريف بصوته المشهور ده هينفع يغني؟ اوعي تقولي لي اه. انا مش عارفه، انا ههدم لك النظريه. مش عارفه علي الشريف عندها كده مشكله. انتوا عارفين علي الشريف يا جماعه؟ علي الشريف. طب هقول لك، عارفه فيلم افواه وارانب؟ المعلم بطاوي بتاع الفراخ. اوكي. صوته كده، ربنا يا رب يرحمه، وده ممثل عظيم الى ابعد الحدود. حلو. او فيلم الارض دياب، انا جبت اقرب فيلم ممكن يكون شفته لسه في التلفزيون قريب، يعني صوت علي الشريف كده. فده مثلا هيقول ايه؟ نعناع جنينه، يعني استحاله. صح شفتي؟ لا بس وجهه نظري اهو، انا ما سمعتوش عشان اقيمه. تسمعوها علي الشريف ضروري. الله يرحمه يا رب. فاكيد اكيد علي الشريف ما يغنيش، يعني ممكن يتعلم ازاي يغني بس الخامه ولا ايه؟ ممكن تغير لها. مش عايز افرض وجهه نظر، انا قاعد عمال بفكر. طب انا هقول لك، فاكر محمود ياسين لما غنى القناطر؟ رحله جميله ايه القناطر كلنا. ما هو صوته وكان بيغني بيز يعني قتيل. صوته برضه مختلف طبعًا. خالص طبعا. بس يعني كان اصلي توظيف الحلاوه دي ايه؟ اللي بيغني ده مجموعه حاجات مع بعض، روح واداء وصوت، يعني ما بيبقاش حاجه واحده بس، تبقى مجموعه حاجات مع بعض. انت بتقوم حابب الشخص بالحاجات دي كلها. ولا هو توظيف يا ريتا؟ توظيف يا سوا، ازاي اوظف الصوت ده في الحته دي؟ توظيف ممكن يبقى توظيف. انا مش عايز افرض وجهه نظري والله، انا بس بفكر معاكم بصوت عالي. هقول لكم بصراحه، انا ما فيش حد سمعني الا وقال لي حسك عينك تغني، وانا ما بغنيش، يعني انا شغلتي ان انا اشتغل مذيع، لكن بطبيعه الحال يعني مشغل حاجه في العربيه وقاعد، ومراتي واولادي يهروني تريقه، انا ما فيش حد عاتقني، وكلهم بابا خلاص مراتي اسكت. طب ما تسمعنا حاجه انت. نضيع الناس معنا، انت عايزه الناس تطفش من البرنامج؟ كويس بيتفرجوا علينا، لكن نسمعهم ده تبقى ازمه. طب التدريب بيجيب نتائج فعلا؟ ايوه. ما هي دي انا كنت ها انا هو ها اللي هو عشان انت بداتي ايقاع بس مع التدريب بقيتي بتغني. طب ما فيش مره قلتي لحد ما فيش داعي؟ لا ما كسبتيش حد انت. لا كل حد من حقه ياخد فرصه، ومن حقه يشتغل على نفسه ويتمرن شهر واتنين وسنه واتنين. على فكره انا برضو انا ما غنيتش، ما اتولدتش بقول ما حدش اتولد يعني النوتة الموسيقية بتاعته جميلة. انا اتمرنت غنى من 3-4 سنين بس. ما اتمرنتش من وانا طفلة. برضو فهموني ناس ولاد حلال. طيبين. فهمونا كلنا ان الانسان بتولد موهوب، بتولد بيغني، مفيش كده. مفيش يعني كده يعني بالتجربة، مفيش كده. أيوة. رأيك مفيش كده. أنا اتمرنت وأنا كبيرة، وأنا 29 سنة. إيه اللي خلاها طلعت في دماغك صحيح يا سعاد؟ هقولك، أنا نفسي أغني من زمان قوي، بس ولاد الحلال كل ما يسمعوني كبتوا الحلم يقولولي لا، يعني أنت ده الإنسان لازم يتولد موهوب. فأنا بقى حطيت في دماغي الكلام ده وما اتمرنتش وما اشتغلتش على نفسي، حسيت ان انا لا اصلح للغنى. لكن جيت وانا 29 قلت طب انا هغني عشان انا اتمزج يعني. وانا قاعده كده مع نفسي اغني وانا مبسوطه. فبدات اتمرن ايقاع واتمرن غنى. لقيت بقى مع التمرين المدربين بيقولوا لي انت صوتك كويس جدا، ومين اللي فاهمك ان انت ما ينفعش تغني؟ فانا بقى لما بشوف اي حد بيجي عايز يغني بقول له انت ينفع تغني بس لازم تتمرن. انا كده عرفت ودرس الموسيقى في المدرسة. ولازم كمان ودنه يعني يكون بيسمع كويس علشان يعرف يغني كويس. طب انت ايه اللي خلاكي خدتي بعضك ونزلتي من بيتك وروحتي تتعلمي ايقاع؟ بحب الموسيقى وبحب الطبلة جدا. من امتى؟ من وانا صغيرة يعني. انا اول ما ابتديت هي اتولدت موهوبة.
لا يعني انا اول ما ابتديت كنت في ابتدائي كنت بتعلم على الاورج، وبعدين لقيت درامز حلو، وبعدين لقيت نفسي رايحه للطبله. حبيتي الطبله ليه يا ريت؟ الطبله هي بتاخد الودن وآلة مبهجه جدا، يعني انت بتكون مبسوط وانت بتسمع حاجه فيها طبله وتحس ان انت روحك كده بتتنطط. يعني انت عارف الطبله دايما برضو جزء من الموروث الانساني، ان الطبله مقترنه بالحرب، يقول لك ودقت طبول الحرب. طب ليه مش طبول الاحتفال؟ يعني ليه دايما طبول الحرب؟ اقترنت الطبله بالحروب، ومع انها مقترنه كمان بالحالات الاحتفاليه، بس ما فيش حد عاوز يقربها من الاحتفال. كان عندي في المدرسه مدرس موسيقى انا بدعي عليه يوماتي، لا يعني شوف انا دلوقتي يعني قاربت الخمسين، فالراجل ده جاب لي كم احباطات في حياتي غير طبيعيه. هو طبعا من البدايه هو شايف ان انا لا اصلح لاي شيء متعلق بالموسيقى، ولا غنى ولا عزف ولا احضر الحصه، يعني هو في رايه ان انا حضوري لحصه الموسيقى ده افساد في حد ذاته للموسيقى والذوق العام. الغريب انه ده خلاني حبيت الموسيقى اكتر، وكانها مكايده ونكايه فيه. بقيت بسمع موسيقى كتير جدا وبطلع على كل انواع الموسيقى، فكونت فكره انه مفيش حاجه اسمها موسيقى وحشه، في ذوقك ايه بس لسه ما وصلتش للمرحله بتاعت ان مفيش حد صوته وحش. يعني لسه في ناس كده اللي حاسس ان هم انكر الاصوات، يعني لازم تخلص عليه عشان نخلص البشريه من شره. مش عايز اخدكم في افكاري الدمويه لانها افكار سوداويه جدا، لكن بتضحكوا عليه بس.